بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على هذا الموقع للاكتو كوفال دير سي نوفو بانو انستالي اون بلجيك. إذا ماذا تعني كوفال دير؟ كما نقول ماذا تريد أن تقول؟ المقصود هنا ماذا تعني سي نوفو بانو؟ هاد اللوحات سي نوفو بانو، كما نقول هاد اللوحات انستالي اون بلجيك، المركبة في بلجيكا التي يتم تركيبها على جنبات الطرق. Que veut dire ces nouveaux panneaux installés en Belgique؟ إذا ماذا تعني هاد اللوحات التي يتم تعليقها طبعا على جنبات الطرق؟ Il y a des nouveaux dans le code de la route en Belgique depuis le 1er octobre 2022. De nouveaux panneaux ont notamment fait leur apparition. Voici ce qu'ils signifient. Voici ce qu'il signifie. Il y a des nouveaux dans le code de la route en Belgique. Depuis le 1er octobre 2022, de nouveaux panneaux ont notamment fait leur apparition. Voici ce qu'il signifie. Il y a du nouveau dans le code de la route en Belgique. Il y a du nouveau. On a que j'ai dit dans le code de la route. في قانون السير. هنا في قانون الطريق. في قانون السير اون بلجيك، في بلجيكا، دوبوي لو 1er اكتوبر 2022، منذ الاول من شهر اكتوبر الشهر الحالي 2022 طبعا، في هذه السنه دو نوفو بانو اون نوتامون في لو اباريسيون. اذا هناك لوحات جديده، دو نوفو بانو لوحات جديده، اون نوتامون ont notamment fait leur apparition. يعني أنها ظهرت، كما نقول هنا أنها فعلت ظهورها. notamment خاصة، نتكلم هنا خاصة عن لوحات ظهرت بشكل أكبر. إذن de nouveaux panneaux ont notamment fait leur apparition. voici ce qu'il signifie. il y a du nouveau dans le code de la route en Belgique depuis le 1er octobre 2022. De nouveaux panneaux ont notamment fait leur apparition. Voici ce qu'il signifie. هناك قوانين جديدة كما نقول خاصة بالطريق en Belgique, في بلجيكا، منذ depuis le 1er octobre 2022، منذ بداية شهر أكتوبر 2022. De nouveaux panneaux ont notamment fait leur apparition. إذا نتكلم عن لوحات جديدة، أن بالخصوص فعلت ظهورها، المقصود أنها ظهرت. Voici ce qu'il signifie. هذا ما تعنيه. voici ce qu'il signifie. هذا الذي تعنيه. على التوالي سنرى معنى كل لوحة لوحة. مثلا إذا أخذنا اللوحة التالية كما نلاحظ de nouveaux panneaux ont été introduits en Belgique début octobre 2022. إذا نتكلم عن لوحات جديدة ont été introduits، أنها قدمت كما نقول، أنها عرضت en Belgique début octobre، أنها عرضت في بلجيكا début octobre بداية أكتوبر 2022. vous pourriez bien être surpris par certains panneaux si vous circulez chez nos voisins en Belgique. Vous pourriez bien être surpris. يمكنك أن تتفاجأ بشكل كبير par certains panneaux. ببعض اللوحات. Si vous circulez, إذا كنت تسير chez nos voisins en Belgique. عند جيراننا، نتكلم عن جريدة فرنسية تتحدث عن جارتها دولة بلجيكا. إذا كنت تسير شنو فوزان عند جيراننا اون بلجيك، في بلجيكا. اون افي، في الواقع دوبوي لو 1er اكتوبر 2022، منذ بداية اكتوبر 2022، دوبوي لو 1er اكتوبر، دوبوي يعني منذ لو 1er اكتوبر، اول اكتوبر، بداية اكتوبر 2022.
لو كود دو لا روت. لو كود دو لا روت اذا نتكلم عن قانون طريق، المقصود هنا قانون السير. بلج بلج يعني البلجيكي، لا بلجيك اذا نتكلم عن بلجيكا، بلج البلجيكي كما يديرون. لو كود دو لا روت بلج اذا نتكلم عن قانون السير البلجيكي. ا كوني طبعا نتكلم هنا على لو فيرب كونيتر، مصرف الباسي كومبوزي. ا كوني انه عرف. ا كوني انه عرف. كيلكو نوفوتي بعد، كما نقول تجديدات. نوفوتي اذا نتكلم عن تجديدات. اي دي بانو اون في لو اباريسيون، ولوحات وهناك لوحات. اون في كما نقول انها فعلت لو اباريسيون، ظهورها ظهورها، اذا المقصود انها ظهرت. اذا هي تقال العباره هكذا اي دي بانو اون في لو اباريسيون، ولوحات انها فعلت ظهورها، المقصود وهناك لوحات ظهرت. Voici ce qu'il signifie. هذا ما تعنيه، كما نقول هذا الذي تعنيه. Stationnement alternatif. إذا طبعا من بين اللوحات التي ظهرت هناك لوحة تعني Stationnement alternatif. إذا نتكلم عن توقف يعني متبادل. Alternatif. Alternatif يعني متبادل. Alternatif المذكر، ألتيرناتيف المؤنث. إذا نتكلم عن توقف متبادل. لو بانو سي دوسو، إذا نتكلم عن اللوحة أسفله. في سون أباريسيون يعني أنها فعلت ظهورها، المقصود أنها ظهرت. في سون أباريسيون يعني أنها فعلت ظهورها، المقصود أنها ظهرت. إلي تانوتي دو ديفيغ أوغيغ، إذا ممكن أنها تتضمن عدة أوقات. دون ليكزومبل ايسي، في المثال الذي عندنا هنا، إذا ممكن أن تكون هناك أمثلة أخرى بأوقات أخرى. إذا عندنا هنا لو ستاسيونمون إي ريزيرفي أو فيلو دو 7:30 أ 18:00 إي أو موتوسيكليت فواتور إي أو موتوسيكليت فواتور فواتور ميكست ميني بوس دو 18:00 أ 7:30. إذن فلنلاحظ اللوحة، إذن كما نلاحظ هنا عندنا اللوحة، إذن عندنا هنا لو ستاسيونمون إي ريزيرفي أو فيلو، إذن نتكلم عن التوقف بأنه ريزيرفي محفوظ كما نقول، أنه محجوز، أنه محجوز أو فيلو، أنه محجوز للدراجات. دو 7:30 من الساعة 7:30 أو 18:00 إلى الساعة 6:00 مساء. اي او موتوسيكليت ثم هو محجوز للدراجات، فواتور للسيارات، فواتور ميكست ثم السيارات المختلطه، اي ميني بيس، اي ميني بيس اذا نتكلم عن الحافلات الصغيره. دو 18:00 ا 7:30 هو محجوز لهاد المركبات الاخرى، كما نقول ليلا. اوبجيكتيف الهدف، permettre de réserver alternativement une même place de stationnement pour différentes catégories de véhicules, pour différentes catégories de véhicules. Et dans l'objectif, ou permettre de réserver alternativement, ou temkin, permettre, anaketumekin, ou mina kalimat permission, temkin, tangourouhna, permission, permission, yani temkin maqsoud. هناك أشخاص يعطونك إمكانية سفر أو إمكانية فعل شيء. permettre يعني تمكن، permettre يعني مكانة، permettre de réserver يعني أن تمكن من الاحتفاظ أو من حجز alternativement بشكل متبادل une même place نفس المكان de stationnement للتوقف. إذن هاد القرار، إذن هاد اللوحة هي من أجل تمكين استعمال نفس المكان بشكل متبادل. pour différentes catégories de véhicules. إذن permettre de réserver alternativement، permettre de réserver alternativement une même place، une même place de stationnement
إذا نتكلم عن نفس المكان للتوقف pour différentes catégories لعدة أصناف de véhicules للمركبات أو دي أبليكي أو دي أبليكي أو أن تطبق فيه يعني أن تطبق في هذا المكان alternativement بشكل متبادل une réglementation يعني أن يطبق في نفس المكان قانون دو ستاسيونمون قانون التوقف سبيسيفيك يعني أنه خاص سبيسيفيك خاص pendant une période déterminée أثناء وقت محدد. إذا ممكن أننا نجد هذه اللوحة أنها تعني أيضا بأن هناك قانون متبادل يطبق في هذا المكان خاص بفئات معينة من هذه المركبات لمدة معينة من الوقت. إذا كما قلنا لوبجيكتيف الهدف permettre de réserver alternativement une même place de stationnement pour différentes catégories de véhicules ou d'y appliquer alternativement une réglementation de stationnement spécifique pendant une période déterminée. Et donc, comme vous l'avez vu, le stationnement est alterné. Et donc, le توقف هو متبادل lorsque vous voyez ce panneau, عندما ترى هذه اللوحة. ثم عندنا attention au bouchon. Attention au bouchon. كما نقول انتباه للسدادة. نتكلم عن سدادة القنينة تسمى بوشون. لكن هنا طبعا نتكلم عن سدادة من نوع آخر متعلقة بالسير. Le second panneau. إذا نتكلم عن اللوحة الثانية نومي. اللوحة الثانية نومي تسمى سينيا سيكونت. تسمى الإشارة 50. نتكلم عن إشارات الطرق. Ne vous est peut-être pas inconnu. Ne vous est peut-être pas inconnu. المقصود أنها لم تكن معروفة عندكم car il était déjà régulièrement utilisé par certains chantiers. إذن هذه الإشارة لم تكن أكيد معروفة عندكم car لأنه il était déjà لأن من قبل كانت régulièrement بشكل منتظم utilisé par certains chantiers. يعني أن كانت مستعملة بشكل منتظم عند بعض الورشات. ملافي ما إلى في ولكن هي فعلت ديزورمي. ديزورمي المقصود به هنا من الآن فصاعدا. سون أباريسيون يعني أن فعلت ظهورها. المقصود بأنها الآن المقصود بأنها من الآن فصاعدا هي تفعل ظهورها. المقصود أنها تظهر. المقصود أنها ستبقى تظهر. إلى في سون أباريسيون أوفيسيال. إذن هي فعلت ظهورها الرسمي. المقصود بأنها من الآن فصاعدا ستظهر بشكل رسمي. دون لي تيكست. يعني في النصوص. نتكلم هنا عن النصوص القانونية المتعلقة بقانون السير. لو سوكون بانو نومي سينيال سيكونت نو فوزي بوتيتخ با انكوني كار إلي تي ديجا ريغيليرمون يوتيليزي باغ سارتان شونتيي. Mais il a fait désormais son apparition officielle dans les textes. C'est un signal. Et de notre clé en head, l'échara que nous l'avons asphalto, c'est un signal de danger. C'est un signal de danger. Appelle logiquement à la prudence en raison de la présence potentielle de bouchons. C'est un signal de danger. Et de notre clé en échara chasse bel khatar, tu chères ou kabi khatarinma. Appelle logiquement أن تنادي بشكل منطقي يعني من المنطقي أن تعلمك على بريدونس لأخذ الحيطة en raison de la présence potentielle de bouchons يعني en raison كما نقول بسبب de la présence potentielle لوجود أو لحضور potentiel احتمال فعلي de bouchons potentiel احتمالي دو بوشون للسدادة. المقصود بأنك ستجد سدادة ستجد الطريق مسدودة بسبب الاكتضاد. إذا نتكلم هنا عن
نوع من السداد المتعلق بالطريق، متعلق بالسير. إذن يتعلق الأمر بالاكتضاد. أبلي فيل أون بلجيك، إذن يسمى هذا الاكتضاد أو بوشون عند الفرنسيين، يسمى في بلجيكا فيل، المقصود به صف. أبلي فيل أون بلجيك، إذن يسمى فيل، المقصود صف، أون بلجيك. إذن عندما تكون في الطريق ويكون هناك اكتضاد، إذن السيارات وكأنها تكون في صف للخروج من هذا الاكتضاد. توتفوا رغم ذلك، il n'impose pas de règles comme limitation de vitesse. Il n'impose pas de règles comme limitation de vitesse maximale ou une interdiction de dépasser. إذن رغم ذلك، رغم أنها تعلم بهذا الخطر، نتكلم عن هذه الإشارة. توتفوا رغم ذلك، توتفوا رغم ذلك، il n'impose pas de règles. Il n'impose pas de règles. يعني رغم ذلك هذه الإشارة لا تلزم بقاعدة، لا تلزم بقانون، يعني أن لا تلزم بشرط، لا تلزم بقانون أو بقاعدة. كوم ليميتاسيون دو فيتيس، كتحديد السرعة. كوم ليميتاسيون دو فيتيس ماكسيمال، يعني أن لا تلزمك بسرعة قصوى، مثلا أنك لا تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة أكثر أو أقل. أو إن انترديكسيون دو ديباسي، أو أن تمنع عليك، أو أن تمنع عليك التجاوز، يعني أن هاد الإشارة لا تمنع عليك التجاوز أيضا. إذن أن لا تحدد لك طبعا قانونا أو قاعدة في هاد المجال. إذن كما نلاحظ عندنا attention aux embouteillages à la vue de ce panneau. إذن انتباه إلى الاكتضاد عند رؤية هاد الإشارة، عند رؤية هاد اللوحة أو عند رؤية هاد الإشارة. ثم عندنا ننهي مع هذه اللوحة فان دو غي سيكلابل. إذن عندما نرى هاد اللوحة المقصود بها نهاية طريق سيكلابل. سيكلابل نقول عن شيء بأنه سيكلابل، يعني أنه يسمح باستعمال الدراجة، أو أنه يساهم أو يساعد في استعمال الدراجة. ممكن نتكلم عن محل نسميه سيكلابل، يعني أنه يكتري دراجات كهربائية أو دراجات عادية إلى غير ذلك. سو تخوازيام بانو إي فاسيلمون كومبخيونسيبل. سو تخوازيام بانو، إذن هاد اللوحة الثالثة إي فاسيلمون كومبخيونسيبل، يعني أنه سهل الفهم، سهل الفهم بمجرد أنك تراه، حتى لو لم تكن تراه من قبل، حتى لو لم تكن تراه من قبل، فأنت ستعرف ماذا يعني. إذن سو تخوازيام بانو إي فاسيلمون كومبخيونسيبل. إي إل في سون روتور أبخي زافواغ ديسباغي أون 2021. إي إل في سون روتور، كما نقول أنه فعل عودته، المقصود أنه عاد من جديد. Après avoir disparu، بعدما اختفى، طبعا نتكلم هنا على الverb disparaître، فعل اختفى. Après avoir disparu، بعدما اختفى، en 2021، يعني في 2021، كانت قد ظهرت قبل 2021، ثم اختفت في هذه السنة. Il signifie que la rue cyclable prend fin. Il signifie que la rue cyclable prend fin. إذن هذا يعني هاد اللوحة تعني كولاغي سيكلابل، كولاغي سيكلابل، بأن الطريق التي تسمح باستعمال الدراجات بخونف، بأن ستنتهي. إذن كما نلاحظ فان دو بيست سيكلابل إيسي، إذن نهاية الطريق الخاصة بالدراجات هنا عند هاد اللوحة. إذن نكتفي بهذا القدر، إذن نلتقي في فقرات أخرى قادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.